makes a lot of noise. Oh! Counter drop here from Abdullah. It's about an inch over the 10. Oh, bodyline. The bodyline tour. Well, Tamimi taking that third game, 11-9. Oh. And I think we just saw the bodyline get a change of ball for the start of the fourth game. 41 minutes of play so far with the number four seed, Nick Matthew, leading 2-1. Wall. He is really testing out the walls, how strong they are. I mean, Abdul only weighs about 48 kilos, so... No, he's 100 pounds, yeah. He could nearly bench. It's a lot of... Oh! يهداك بس يا عبد الله، قلت لك اوديك الطبيب بس انت عنيد ما تسمع الكلام. حبيبتي لا تحاتي، ما في شيء كان قدامك. ما علي عبد الله، معوض باللعب. ان شاء الله مره ثانيه بالمرات الجايه. مشكوره. صح البطل؟ طلال مو وقت الحكي، عبد الله تعبان. والله عاد ما حد قال له يهد شغله. موظف مهم بشركه كبيره. يهد الشغل ويجابل للعب، ويجابل المباراة. طلال ترى هذه المباراة كانت وايد مهمة حقي. كيفك؟ يلا امشي اوديك الطبيب. على ستوري اقول له بس مو راضي. يا جماعة خلاص لا تحنوا، قلت لكم ما فيني شيء، لا تنرفزوني. استغفر الله العظيم. عبد الله دير بالك شوي شوي بعدها ريلك تعورك. لا اوكي لا تحتهم. شوي شوي عبد الله. انوار رحتي معاهم اللعب؟ اي كنت رايحة بشوف عبد الله وهو يلعب بس طاح. مهم الحمد لله على سلامته. انا بغيت اذكرك ان موعدنا مع المحامي. هارد لك. قاعد اخرب الدنيا. ايش في طاح؟ وخر وخر شوي. وي فوز. شفيك؟ لا ما في شيء. بس تعرشبت بكذي. تعرشبت بشنو؟ ما في شيء. اخوك ايش فيه؟ هاليومين مو على بعضه. ما في شيء. يلا قم. سعد هسه ما شار في شيء؟ لا 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 تحاتي ان شاء الله ما اكل العافيه. بس انت قول لي من متى بدت معك الاعراض؟ يعني تقدر تقول من شهر. يعني قمت احس ايدي ترخي وحتى ريولي. يعني عبالي الشيء هذا عادي بس الموضوع قاعد يزيد عندي. انزين تلعثمك بالحكي، من متى بدا معك؟ صار له كم يوم. سعد قمت اخاف ترى، انا فيني شيء؟ لا تحاتي، ان شاء الله ما كل العافيه، بس لازم اسوي لك بعض الفحوصات. يفهمني بفهم. ايش تبي تفهم يا عبد الله؟ ابي اعرف ايش فيني. مو لما انا اعرف بالاول. شنو يعني؟ يعني من خلال الفحوصات الطبيه اللي سوينا لك اياها مو مبين ان فيك شيء. عشان كذي راح احط لك موعد ثاني عشان اسوي لك بعض الفحوصات الطبيه. ايه بس الاعراض قاعد تزيد، ايش فيك؟ هدي هدي يا عبد الله، وان شاء الله هالتعب يكون من التمرين اللي انت تسويه.
صراحة قمت أخاف أنا.